حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده، كل عام وهذا البلد يعيش الأعياد وكافة أكيد البلدان العربية والإسلامية الخير لما يكون حاضر في هذا البلد وهذا ما تعودنا عليه، وأيضا نقول كل عام والحكومة الرشيدة والشعب بألف خير، كل عام وانتم بخير شوق. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وينعاد عليك وعلى جميع المشاهدين بالخير والصحة والعافية، صباحكم خير مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا، ودائما نقول اللهم تسلم منا رمضان وقد غفرت لنا وعفوت عنا وتقبلت دعاءنا وعتقت رقابنا من النار، يا رب انك تحتسبنا وتجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا وان يتقبل منا ومن جميع المسلمين صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال. وأكيد طبعا في هذه المناسبة انتهز هذه المناسبة وأرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني حفظهم الله، وللحكومة الرشيدة والشعب القطري مواطنين ومقيمين، وإلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض أسمى آيات التهاني والتبريكات، سألين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركة والصحة، وما ننسى أكيد جانب الصحة واهتمامنا أيضا بالقوانين والقواعد اللي نصتها الدولة فيما يتعلق بالتجمعات لسلامتنا وسلامة المجتمع. بلا شك بهذه المناسبة أكيد اللي نحتفل فيها كعيد فطر سعيد، هذه المناسبة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأيضا إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى حضرة نائب سمو الأمير سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وإلى حكومتنا الرشيدة والشعب القطري الكريم، كل من يعني كل من يقيم على هذه الأرض نبارك له في هذا العيد، عسى يعني يا رب الأمن والأمان يديم والخير يكون حاضر، وكل عام وانتم بألف خير. أكيد طبعا، وإحنا إن شاء الله أيضا من خلال شاشة تلفزيون قطر راح نكون موجودين معاكم مشاهدينا، وراح نرحب بمجموعة ضيوف عبر برنامج عساكم من عوادة كما عودناكم أكيد كل عام، نستذكر معاكم أيامنا وعادات وتقاليد أجدادنا وآبائنا، وأيضا كيفية الاحتفال بهذه المناسبات السعيدة، خاصة أن إحنا لما نتكلم عن عيد الفطر في قطر نعرف يمكن دائما لعادات لموروثات قديمة دائما لها
معاني لها قيم وأصالة. فكيف راح نحتفل هذا العام؟ نفس يمكن ما احنا احتفلنا العام الطاف بجائحة كورونا أيضا كانت موجودة معانا العيد، لكن نقدر نقول هذا الموضوع ما خلينا نقول عطى قيود كثيرة صحيح، لكن ما حرمنا أيضا من الفرحة. هالمرة أكيد نفس العام كان في تغيرات، أبرزها ممكن اللي هو موضوع الزيارات الاجتماعية اللي كانت قبل تزين أعيادنا، فإن شاء الله سائلين الله سبحانه وتعالى أن ترجع حياتنا ويعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا ربي بالخير والصحة والعافية، ويرفع عن بلادنا الحبيبة وعن سائر بلاد المسلمين البلاء، وأيضا يعطيهم القوة والتحمل والصبر، مش فقط هنا أيضا في البلدان الأخرى، نفس ممكن عندنا فلسطين، يمكن فلسطين اليوم يحتفلون بطريقة مختلفة في العيد، فاللهم نستودعك المسجد الأقصى وما حوله، أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يا من لا تضيع الودائع عنده. بلا شك، فأنت تكلمتي عن قطر، عن بلدان عربية، وأيضا عن فلسطين. نتمنى أن فلسطين ومن يعيش عليها يعيش بخير رغم ما تمر فيه من أحداث. فجمال العيد أيضا بصلاة العيد، وهذا الأمر لابد منه في كل بلد. فحلو أنك أيضا تمارس شعائرك الدينية بحرية دون أن يقيدك أحد، أو دون أن تشعر بثقل أنك قاعد تأدي، فما حد لحق أنه يمنعك. لكن نشوف بالنسبة للعيد في قطر، يعني ومن المشاهد الجميلة اللي نشوفها في كل صباح ومنها اليوم، أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صلاة العيد عيد الفطر المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مصلى الوجبة صباح اليوم. وأدى صلاة العيد أيضا صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية في البلاد. وأيضا ألقى فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل ساير الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء خطوة العيد، ذكر فيها بنعمة وذكر فيها أيضا بنعمة الله على عباده بمثل هذا اليوم اللي جعل عيد لأهل الإسلام بعد إتمام الصيام والقيام، كما بيّن فضيلة الشيخ في خطوته أهمية شكر الله، وأنه طبعا من أهم منازل العبادة اللي يثاب عليها المؤمنون، داعيا جميع المصلين إلى الإكثار من شكر الله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الأمن والاستقرار والاطمئنان دائما وأبدا. أكيد الحمد أكيد في كل وقت في كل لحظة وكل ثانية. في هذه الثواني وهذه اللحظات يصل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى إلى مصلى الوجبة لتبدأ شعائر صلاة العيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.
الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ودعا فضيلته ونحن في هذه الأيام ندعو إلى توحيد الأمة للوقوف على رفع الظلم والعدوان عن المسجد الأقصى وحمايته من العدوان ونصرة المستضعفين والمظلومين، فأقيمت صلاة وسط إجراءات احترازية لابد من وجودها للحد من انتشار هذا الفيروس اللي كان موجود العام وهذه السنة، ولكن مع ذلك أدى المئات من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا المكان الجميل وهذا المسجد أيضا ليعتبر صرح في قطر ومكان مميز وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المصلين. وأيضا دعا إمام وخطيب هذا المسجد، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فضيلة الشيخ محمد محمود عبد الله المحمود في خطبة العيد، إلى التسامح والمحبة وإدخال السرور على المحتاجين من نفوس الفقراء والمساكين. أكيد طبعاً لابد أن إحنا نتكلم اليوم إحنا عن العيد، يمكن دائماً هذا طبعاً لا روحانيات المختلفة، لا أمور أكيد كثيرة مختلفة، فلابد أن إحنا اليوم أيضاً نسلط على أهمية العيد، نسلط على أهمية الأشياء اللي لابد أن إحنا أيضاً نركز عليها فيما يتعلق بالقضايا أيضاً خلينا نقول الإسلامية اللي موجودة في العالم، موضوع اللي هو أن إحنا اليوم نتكاتف من أجل فلسطين، نتكاتف من أجل حمايتهم، هذا الشيء لابد منا يا محمد. وأيضاً لو نتكلم إحنا عن العيد في قطر يعني ما شاء الله لو شفنا ولاحظنا أن موجود موضوع الإجراءات الاحترازية شيء أساسي، شيء لابد منه سواء في المساجد أيضا في كل مكان، لما احنا نروح لما نختلف نروح نشوف يمكن في كل مكان موضوع الإجراءات الاحترازية مشددين عليه بطريقة كبيرة. وأكبر مساجد قطر أكيد هذا المكان، ويعتبر منارة إشعاع ديني وثقافي وصرح أيضا إسلامي حضاري من العمارة الإسلامية، ويقع في قلب الدوحة. وجميل لما نشهد هذا المشهد في كل عيد، لما ندعو دائما إلى التسامح ونأخذ الرسائل في كل عيد يمر علينا، وإن كانوا الناس متباعدين لكن يقربهم دائما الدين وتقربهم دائما روح السلام والإسلام رغم التباعد اللي بينهم كمصلين. فعلا دائما أنا يمكن ذكرت ترتبط دائما أعيادنا بفرائض دينية اللي يميزها أنها طبعا أعياد محبة وتكافل وسلامة طبعا للمجتمع، فدائما وأبدا طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يديم علينا هذه الأمور طبعا الجميلة، يديم علينا الأمن والأمان، يديم علينا هذه أن إحنا اليوم نقدر فعلا بكل أريحية نروح ونصلي في المساجد. هذا من جانب يمكن احنا شفنا قطر. معاكم قطر، لكن ايضا نسافر ونروح معاكم الى السعوديه وتحديدا الى مكه، يمكن ايضا كانت هناك بما يتعلق بالعيد ايضا كان في اجراءات احترازيه وذلك ايضا كان في يمكن خطبه خطبه العيد ايضا كان لها علاقه بالتسامح، كان لها علاقه بهذه الامور فعلا والظروف الراهنه. انا اللي بقوله ان هنيئا لكل شخص قدر انه هو في هذا الشهر يروح فعلا. فهذا الشهر شهر رمضان اللي طاف والعيد، أغلب هالقطر لما راحوا وشافوا الاستقبال المشرف والسعيد اللي فعلا يعني يشكرون عليه في السعودية وأهلنا هناك، وأيضا في المقابل ما ننسى أن في ناس محرومة أنها تسافر، فكأن المكان يعني فضى ولكن بمحدودية، فشيء جميل أنك يمكن انحرمت أنك تروح لبيت الله سنوات، فتروح وتلقى المكان يستقبلك وهناك من يستقبلك، فنهنئ كل من قدر أنه يوصل ويروح لبيت الله، وأيضا أنه يكون حاضر في هذا المكان. بالنسبة للعيد وبالنسبة لصلاة العيد، الأمة الإسلامية والعربية تحتفل في مشارق الأرض ومغاربها في هذا اليوم، ولكن بالنسبة لصلاة العيد في مكة المكرمة نتابع. وكر الشهور والأعوام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا على الدوام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلم يا عبد الله أن ما كتب الله لك هو خير لك مما تمنيت، فلا تسمح
لجهالة ساعة أن تمسح صداقة سنين. فالتغافل من شيم الكرام، وليكن لك يا عبد الله وليكن لك خبيئة صالحة لا تطلع عليها الأعين لتمدحها، ولا تسمع بها الآذان لتثني عليها. الخبيئة الصالحة، الخبيئة الصالحة حفظك الله، صلوات تصليها وصدقات تخفيها وأذكار ترددها وآيات تتلوها ودموع تنثرها وكراب تفرجها ويتيم تكفله وبئر تحفره، وإنها أعمال تكتمها لا القريب يعرفها ولا آلات التصوير. اللهم آمين، والله يتقبل إن شاء الله من الجميع يا ربي أكيد، ونتمنى أن يعم يا ربي الأمن والسلام في جميع الدول الإسلامية والعربية بإذن الواحد الأحد. طبعا هذا من جانب أيضا مشاهدينا، يمكن شفنا هذا في مكة المكرمة، يمكن في كل دولة كان في هناك احتفاء بطريقة مختلفة أيضا، لكن لو نتكلم إحنا بشكل عام راح نلاحظ أن الجميع أيضا متمسك بموضوع الإجراءات الاحترازية، خصوصا يمكن إحنا هذه السنة السنة اللي طافت يمكن عشنا أمور مختلفة، خلينا نقول عشنا أيضا عيد مختلف بما يتعلق بظل جائحة كورونا، أيضا كان التواصل بشكل مختلف، رمضان كان بشكل مختلف، يمكن تعودنا محمد أن احنا دائما في رمضان في العيد التواصل يكون بشكل مختلف، دائما يكون التقارب يكون أكثر من أي مكان أو أي يوم عفوا في السنة. هالسنوات كانت مختلفة، ممكن تقربك رسالة، ممكن يقربك السناب والإنستغرام، ما يمنع ان احنا نتواصل، التواصل الراقي اللي ما يقطع العلاقه نفسها. صحيح، مو بشرط اشوفك وجها لوجه في كل يوم علشان العلاقه تبقى. فرمضان او العيد او كل مناسبه تمر استغلها خير استغلال بانك تتواصل، الواتساب مو مقصر عاد، الا بالنسبه لي البرودكاستات اللي ممكن توصل، فما ادري انا المعني فيها او لا، يعني يعطيني اياها بسطر عيدكم مبارك او عيدك مبارك. هل جد شخصيه حق الكل؟ زين، ذكرت الدول، فودنا نسافر ونروح بالنسبة لدول أخرى، لكن لما نتكلم اليوم تكلمنا في البداية عن فلسطين، لكن نقول من جانب أنه إش كثر الأمر مهم علينا اليوم أن ما يمر في فلسطين وتأثيره علينا، والتضامن العربي أيضا مهم، كلا بميدانه والكلمة أيضا الواحدة قد تؤثر وتغير بشكل إيجابي، فلابد نستشعر قيمة هذه النعم اللي موجودة عندنا وعند الكل، وأن الغير قد يكون محروم، لكن ودنا نقول لهم عيدكم مبارك، وتعز علينا فلسطين وتعز علينا أحزانها. حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر، عيدكم مبارك وكل عام وديم الأمان والصحة على الجميع. في آخر يوم رمضان ودنا نعرف شلون الناس راح تستقبل هذا العيد ومع الظروف اللي قاعد نمر فيها، وأيضا وجود التلاحم والتضامن والدعم للشعب الفلسطيني في قطر. ودنا نعرف أيضا الأجواء بالنسبة للشباب، يعني خلنا نشوف شباب هني. السلام عليكم، كلمونا عن الأجواء في رمضان، شلون قضيتوا هذه السنة في رمضان؟ والله الأجواء حلوة والحمد لله، أحسن من ذيك السنة، يعني ذيك السنة شوي كانوا مسكرين علينا المسايد، هالسنة شوي خففوا والأمور شوي أحسن، الأسواق شوي تبطلت، المجمعات الحمد لله، إن شاء الله الله يبعد عنا هالوباء. وأيضا من أهلنا من فلسطين، حياكم الله، كلمينا عن الأجواء في قطر، شلون تشوفينها؟ ما شاء الله أنا شايفة تضامن الشعب القطري مع الشعب الفلسطيني، يعني ما قصروا ما شاء الله، يعني بتلاقي هون أغلب الناس قطريين مش بس الفلسطينيين واقفين، والكل حامل علم فلسطيني. ومن الشباب الموجودين نواف ومحمد اليافعي، شلون قضيت رمضان هذه السنة؟ والله قضينا صوم وصلاة عبادة الله، مثل ما تشوف قبل دان المغرب تمشي الشباب كتارة، وطبعا آخر الأيام شوفت عينك مع أخوان فلسطينيين. زين، الله ينصرهم إن شاء الله، الله يسمع منك إن شاء الله.
والله الحمد لله الدولة والناس مش مقصرين، وهي في كثير تضامن وناس يعني لساتها في فخر بهالبلد الحمد لله. إن شاء الله الخير يعم على دولة قطر وعلى جميع دول الخليج والإسلام إن شاء الله، وعيدكم مبارك. شلون قضيت رمضان هذه السنة بالنسبة لك؟ والله السنة أفضل تبي الصراحة من العام، لأن العام خبرك كنت يعني مسافر أنا طالب في بريطانيا، فالوقت هناك عندنا تقريبا نصوم لساعة 9 في الليل، فهني لي 6، وهناك طبعا الوضع كان مختلف السنة اللي طافت أنا مع الكورونا وما كورونا. ودنا اكيد نمسي بالخير على اهلنا من فلسطين. السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام، اهلين وعليكم السلام. جايين نوقف وقفتنا مع اهل فلسطين ونعرفهم انه احنا واقفين معاهم هون. العيد الاجواء طبعا في قطر جميله، واحنا مواليد هون، مواليد قطر غير يعني. ومن الصدف الحلوه شفنا اخونا عمار محمد، حياك الله. شلون رمضان هذه السنه؟ طبعا رمضان مختلف خصوصا مع الكورونا صيام، وايضا الاوضاع اللي قاعد تصير الان في فلسطين. اليوم شفنا تضامن وشفنا ترابط مش بسيط، حتى ولدي الصغير عمره سنه موجود بعد معانا. ان شاء الله هالسنه يعني بنتجمع على كلام الحكومه، احنا بنمشي على المحدوديه 5 اشخاص 10 اشخاص اذا كثرنا. كل شيء كل الامور ان شاء الله تنحل، وان شاء الله يعني ترجع الامور الى طبيعتها. هذه اللي في يدي وناسه الناس، هذه شخصيه انا مسميها مستر قوه. تعرفونها مستر قوه صح؟ مستر قوة تعرفه؟ إيه. هذا الشخص ونيس معانا في العائلة دائما ويانا، فبعد طلعته معانا اليوم في كتارة عشان يستانس ويانا. إن شاء الله، الله يسلمك إن شاء الله، شوفك على خير. شوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة. جوانا شنو حابة تقولي؟ أنا كتير بحب قطر كتير بحب فلسطين، الله يديم السعادة والأمن على البلدين. فعلاً الله يديم السعادة والأمن على جميع البلدان العربية يا ربي، وعلى الأمة الإسلامية وين ما كنتم مشاهدين تتابعونا. رجعنا لكم أكيد من جديد، وجميل لما اليوم إحنا أيضاً نشوف هذا التضامن موجود سواء في كتارة أو في كل مكان، أو حتى لو في القلب يكون دائماً هذا التضامن موجود والدعاء في الأيام المباركة. وأيضاً لابد أن إحنا نستمر في الدعاء ونستمر في دعم أخواننا. إحنا يمكن نفس ما نشاهد وياكم مشاهدينا اليوم تحتفل الأمة الإسلامية والعربية بمشارقها ومغاربها بعيد الفطر المبارك بعد شهر كريم فضيل من الصيام والعبادات وقراءة القرآن وأيضا التسابق في مضامير الخير والإحسان. سعدين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أيضا ينصر المسلمين ويديم الخير على البلاد والعباد. لكن أكيد احنا راح نتكلم أكثر عن جوانب العيد، راح نتكلم أكثر عن أهمية هذه الأيام. فطبعا دائما يسعدنا ونحن نستضيف معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ دكتور فضل عبد الله مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر. حياك الله معنا وكل عام وانت بخير، والله يعود عليك وعلى العائلة الكريمة بالخير واليوم علينا وعليكم بالخير واليوم الإيمان والسلام والسلام على أهل قطر جميعا وعلى سمو الأمير وعلى الشعب بأكمله. حياك الله أكيد، وشكرا لجامعة قطر على حضورها الدائم معنا، وما ننحرم أيضا بوجودكم بالذات في عيد الفطر. من ناحية يعني كنا نسولف قبل الهواء وتقول قديما ودينيا الاحتفال بالعيد قد يكون مختلف، لا تكلمنا عنه أكثر. العيد أولا هو شعيرة من شعائر الله العظيمة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر أهل الإسلام، يظهروا تكبيرهم ويظهروا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال في آخر آية الصيام قال ولتكملوا العدة، للعدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. صحيح. كلمة تكبروا الله على ما هداكم يعني معناه مباشرة بعد أن تكملوا العدة يبدأ التكبير، وهذا من وهذا من شعائر العيد. يبدأ تكبير عيد الفطر من مباشرة من غروب الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هو شعيرة من الشعائر العظيمة، فيه تسبيح، فيه تحميد لله سبحانه وتعالى، فيه تحميد، فهو أنواع وليس فقط مجرد التكبير.
ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدد من التكبيرات، وكانوا يكبرون فرادى ويكبرون جماعات، يكبرون في الأسواق، يكبرون في المجالس. هذه العادة، هذه العادة الشرعية أو السنة، نسميها السنة، الفقهاء يسموها السنة الشرعية، لابد أن تشاع عليهم. نحن الآن مثلا عندنا التكبير يكون فقط بعد الصلوات فقط، ولكن التكبير في 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 الأسواق، التكبير في المجالس، مجرد أنت ما تدخل إلى المجلس وتشرب القهوة، قبل أن تشرب القهوة اعملوا تكبير جماعي، هذا إحياء لهذه السنة العظيمة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر حتى يرتج السوق حينما يدخل ابن عمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانت النساء يكبرن، الأطفال يكبرون، فهو شعيرة من شعائر الله. المقصود فيه إعلاء ذكر الله عز وجل، وعلى ما هداكم ولعلكم تشكرون، كذلك فيه شكر للنعمة، إظهار للفرح والسرور. يوم العيد ليس محل للتضييق وعلى النفس وذكر للأحزان وللآلام لا، يوم العيد هو شكر لنعمة الله على ما أنعم علينا سبحانه وتعالى. صحيح. من تمام نعمة الصيام، ولذلك يلتقي فيه الناس جميعا بلا استثناء، يلتقي فيه المسؤول والكبير والصغير، يلتقي فيه الأمراء والملوك والسلاطين بشعوبهم وبعامة الناس، تلتقي الأسرة، تلتقي المرأة مع الرجل مع الطفل. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجميع إلى المصلى، حتى المرأة إذا كانت ممنوعة من الدخول مثلا لمانع شرعي كالحيض ونحو ذلك، إذا كانت ممنوعة من دخول المسجد مثلا أو معذورة، فإنها تذهب إلى المصلى. ليش؟ أراد النبي أن يكون ظاهر اجتماعية. فهو محل الصلاة، ممكن نسميه صلاة وصلات، صلاة وصلات. فهو صلاة لإظهار شعيرة الدين العظيم وإظهار سماحته وإظهار الود والمحبة، وهو صلات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بخطبة مستقلة، وهذا كذلك من الأمور المهجورة. يعني لا أعلم أن أحدا طبق هذه السنة. لذلك لا بأس أن تخص النساء بخطبة مستقلة في يوم العيد، ولينظر في شؤونهن، وحثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فهو يوم مالي كذلك اجتماعي. صحيح. لأنه تواصل. صحيح. بين المجتمع. أكيد، يعني بلا شك، وبالعكس يعني نتمنى أن هذه الأمور أيضا تأخذ أكثر بعين الاعتبار في كل بلدان العالم، لأن إحنا اليوم لما نتكلم عن هذا الجانب، إحنا الحمد لله يعني ديننا دين الإسلامي دين يسر الحمد لله، وإحنا يمكن شهدنا هذا الشيء يمكن حتى قبل هوا لما أنت كنت قاعد تسالف معانا بما يتعلق بحادثة اللي هو كان في بنات كانوا يغنون قبل، أتوقع بعد ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يعني. فأتوقع يعني هذا من البداية الحمد لله إحنا ديننا دين جميل، لكن إحنا في هذه الظروف تحديدا في هذه الفترة سواء العيد اللي طاف أو هذا، مرت علينا يمكن ظروف عالمية اللي هو جائحة كورونا، الصلاة كانت مختلفة ذاك العيد، والحمد لله هالمرة قدرنا نروح المساجد، قدرنا نصلي. لكن لو نتكلم بشكل عام أكثر عن الصلاة، أهمية صلاة العيد، نتكلم عن أهمية أن إحنا الشعائر بالعكس أن إحنا دائما تكون موجودة تكون حاضرة ونذكر فيها حتى حق الأجيال القادمة. الصلاة هي عمود الدين، وهي عنوان للتدين، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد الشهادتين. يعني أنت مسلم لابد أن تقيم الصلاة، لابد أن تحافظ على الصلاة، من الأركان هي. طيب، من الأركان، فالصلوات الخمس من أركان، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عنا الصلاة من 50 إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، ومع ذلك بقيت هناك تطوعات، وفي أشخاص ممكن يستثقلونها مع الأسف. أي نعم، الاستثقال هذا من استثقال الشيطان. صحيح. وقد يكون من النفس. نعم. الأمارة بالسوء. أي. وهناك فرق بين استثقال نفسي واستثقال، وكيف تفرق بين وسوسة الشيطان وبين الأمر النفسي؟ النفس تؤزك أزا وتلاحقك ملاحقة، هي تريد أن لأنها صح، لأنه هوى ومزاج. فالنفس تلاحقك، الشيطان يريدك أن تعمل هذا الشيء، إذا أبيت فلينتقل بك إلى معصية أخرى، فتستطيع تفرق لتعالج الوضع.
الشيطان يعالج بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك سمي الوسواس الخناس. اليوم لما تجيب الآن على سؤال شوق عن الأجيال لما, نعم. لما الأمر هذا مهم بأن يبقى على مدار السنوات في أمور دينية البعض قد يأخذها كعادة وليس عبادة، ففي بعض الأمور يجب أن لا تندثر، وبالذات مثل ما أنت ذكرت، أنا ما أتكلم عن الفرائض، أنا أتكلم عن السنن، الأمور اللي قد تكون لابد من وجودها. نعم. مثل الواجبات الدينية وغيرها. السنن هي حماية للفرائض. يعني إذا إحنا أهملنا السنن سيؤدي بعد ذلك النفس إلى التخفيف وإلى التقليل وإلى ربما الإهمال والإغفال. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى التطوعات؟ قال العلماء التطوعات هي عبارة كالحصن وكالمقدمة وكالتمهيد للصلاة. الإنسان إذا هناك ظاهرة والله عجيبة في شبابنا في هذا في الجيل ملاحظ أنه ما يصلي السنن، وهذا شيء لا بد أن يتنبه له. السنن قال عليه الصلاة والسلام في فضلها: من صلى لله 12 ركعة أي بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى في الذي يترك الوتر تركا باتا، قال ذلك الرجل سوء، وبل قال الفقهاء أنه قد ترد شهادته في القضاء في المحكمة. إذا كانت ترد شهادته في القضاء لأنه لا يؤدي الوتر، ولا فكيف بالذي لا يؤدي أصلا الفرائض؟ فإذا السنن لها فضائل. صح. وحتى صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة الأوابين. صلاة العيد التي هي شعيرة عظيمة ورمز من رموز الإسلام ووحدته وسماحته، كذلك اختلف العلماء هل هي واجب من الواجبات، فذهب فريق منهم إلى نوع، وذهب الأكثر إلى أنها شعيرة من شعائر الله وشيء مؤكد لا بد للإنسان أن يشهده. طيب لو فاتت هذه الصلاة، هل طبعا في ناس مثلا يصل في التكبيرة الثانية وفاتت تكبيرات، قال العلماء هذه التكبيرات مباشرة يدخل مع الإمام ولا يقضي هذه التكبيرات، لكن إن فاتت ركعة يقضيها، إن فاتت العيد بأكملها، إن فاتت صلاة العيد يرجع له خياران، إما يأخذ عائلته أو يأخذ أولاده وذهبوا المسجد جماعة يصلوا جماعة، أو يرجع إلى بيته فيصلي بهم جماعة. أو اليوم الثاني إذا كان اليوم الثاني. صح. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أيام عيد، سم أيام معنى أيام يوم. كم دينياً؟ كم؟ يعني ممكن 3 أيام. نعم ممكن 3 أيام، لأن البخاري استنبط من كلمة أيام كذا أنها يوم. يمكن تكون 3 أيام. سعدنا بوجودك وهذه المعلومات اللي أثرتها لنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور فضل عبد الله مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر، يعطيك ألف صحة وعافية. يعطيك العافية، شاكرين لك وجودك، وأيضا نتمنى لك أنت وعائلتك أيضا نفس ما ذكرنا، والسادة المشاهدين إن شاء الله عيد سعيد يا ربي، ويعود علينا بالصحة والعافية، ودائما نقول يعني الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على وجود هذا الدين، هذا اللي يعطينا فعلا الكرامة، يعطينا الحق أن احنا فعلا اليوم نكون موجودين بأفضل حلة وبأفضل صورة. مرة أخرى مشاهدين راح نكون موجودين معكم، راح نستمر بفقراتنا لكن بعد هذا الفاصل. Yeah.
جمال العيد بجمال أرواحكم دائما مهما كنتم مواصلين سهرانين أو البعض منكم ما نام إلا ساعات قليلة. العبرة دائما بالروح الإيجابية اللي تتمتعون فيها. والأشراي تشوق بس أسألك هالسؤال. فعلا ترى يعني واليوم في ناس يقول لك الفرحة فقط مختصرة على الصغار، أنا أقول لا صراحة الفرحة للكبار والصغار، حتى بالعيدية الكبار والصغار الكل يستاهل فعلا أن اليوم يستمتع بهذا اليوم، تستمتعون بالعيد بشكل عام بمظاهر العيد حتى لو كان في كورونا. الواحد بعد مو يعني أن جمعة الأهل بينكم وبين بعضكم يعني يكون بعد العدد يكون جدا بسيط، أيضا التزام بموضوع الإجراءات الاحترازية دائما وأبدا. لا أنا أتكلم عن النفسية. النفسية طبعا إذا أنت نفسي إذا أنت كنت مرتاح كنت سعيد أعطوك عيدية بعد راح تستانس زيادة. همك العيدية الحين. مو بس العيدية يعني بس فرحة العيد يعني دائما يكون الموضوع كذي من إحنا صغار يمكن تعودنا على هذا الشيء يدخل الفرحة في نفوسنا فنقول صح. عشان كذي يعني حلو أنت ما أخذت عيدية؟ عشان شنو؟ ما أخذت عيدية؟ ليه الحين توني جايكم مفروض أول أشخاص يعطوني أنتوا. خلاص إن شاء الله نعطيكم. أبي الميتين. الحين صارت أي الجديدة الميتين صارت هي الترند هلا. قنوع الحين. أي. 200 قبل نقول نبي الزرقاء. الحين صارت 500 كم لونها؟ شلون لونها؟ والله ما بنفسجي. اي اختلف اللون لكن العبره دائما بالكم. لكن من جانب اخر ومهم العبره بالكيف، شلون الانسان يعيش هذا العيد بشكل ذكي جدا. ودنا اكيد مع ضيفنا الكريم نتعرف شلون طاقتنا الايجابيه تكون حاضره وتحديدا في ظل الظروف اللي ممكن نمر فيها بالحب اللي ممكن نزرعه والقبول بين الناس. مع المدرب في الذات وايضا التنميه الشخصيه السيد حمزه الدوسري، حياك الله. الله يحييكم وصبحكم الله بخير جميعا وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وعافيه، دائما يسعدنا وجودك معنا استاذ، يعني خصوصا ان انت ما شاء الله لك باع طويل في هذا المجال، اكثر من 14 سنه في هذا المجال في العطاء في هذا المجال، فحابين نتكلم اكثر عن فرحه العيد. احنا يمكن ذكرنا ان فرحه العيد تكون بين اكيد يعني الشيء الروحاني بين الشيء النفسي وايضا بين الشيء المادي، لكن بالنسبه حق الاطفال وتحديدا مع جائحه كورونا شلون ممكن نسعدهم؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أنا أقدم أسمع آيات التهاني والتبريكات لسمو سيدي أمير البلاد المفدى الشيخ تميم حفظه الله تعالى ولسمو الأمير الوالد وبارك لهم جميعا ولجميع من يسمعنا الآن ويرانا، وأقول كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فرحة العيد مثل ما ذكرته في النقاش اللي قبل هي مش مقتصرة على الصغار، هي الصغار وهي الكبار، الكل يفرح الكل يسعد، هو يوم يأتي بعد 30 يوم. العجيب من بعض الناس يقول يا أخي أنت لا تفرح في هذا اليوم، أنت لازم تحزن على فراق رمضان. لا لا بالعكس، فرحك في هذا اليوم هو عبادة، احمد الله عز وجل أن بلغك رمضان وأن كمل عليك رمضان. ثم إحنا الآن في جائحة كورونا، يعني خلونا نشوفها من زاوية ثانية إيجابية. شلون إيجابية؟ الأب موجود، الأخو موجود، الأخت موجودة، الأقارب موجودين، الأخوان موجودين، يعني العائلة مجتمعة بسبب هذه الظروف. فإذا ليكن عيد استثنائي، ليكن عيد مميز. عيدنا 10 سنوات 15 سنة عيد مختلف، نطلع نعيد على الناس ونروح ونجي ونطلع طلعات وكذا، خلي يطلع عندنا عيد مميز، خلي هالعيد مختلف، مختلف بسبب الجائحة بسبب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية. فنسعد أطفالنا، الطفل سبحان الله بالرغم أنه يفرح بالماديات ولكن لو كنت تلعب معاه تضحك وياه تستانس وياه هاي تكفي كثير عن أنك تعطيه 100 أو 200، خاصة إذا كان ما يفهم. استاذ حمزه من جانب الشخصيه اليوم احنا لما نتكلم عن التواصل هذا امر لابد منه، تواصل راقي. انا احب الناس اللي تنكت، يعني تقول له مثلا تفضل تقهوى يقول لك لا انا صايم، من باب انه هو فعليا مش صايم لكن ينكت، اهم شيء يحاول انه يلطف الاجواء. ايش كثر هذا الامر مهم انك تزرع الروح الحلوه وروح النكته اذا كانت موجوده بينك وبين الناس حولك حتى لو كانت ما تضحك. شوفي لا لا شرى كل شيء يضحك، تصنع الضحك يا محمد ايش فيك؟ هذا اليوم يا جماعه يجب ان يكون يوم فرح ويوم سرور، قد ما تقدر افرح. كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها هموم، كل الناس عندها ضغوط في الحياه، ولكن هذا يوم مميز ما يمر علينا في السنه الا مره واحده اللي بعد رمضان وعيد الاضحى. قد لا يكون بمثل عيد الفطر، لان عيد الفطر جاي بعد صيام 30 يوم وطقوس مختلفه ووقت نوم مختلف وتبدل في وقت الصلوات واشياء ثانيه مختلفه في التراويح وكذا، فهذا ياتي مختلف. يا أخي مهما كان عندك من ضغوط خلها جانباً الساعات الأولى من العيد حتى مساء العيد، يوم واحد في السنة يومين في السنة أفرح أضحك استانس سامح أشيل همومك شوي عط نفسك إجازة ارتاح شوي. إحنا عندنا مشكلة إن السلبيات هذه تلاحقنا يعني وأحياناً إحنا نختار نعيش في السلبيات هذه صحيح. لذلك يقول الحكيم الفيلسوف الصيني راقب أفكارك لأنها تتحول كلمات،
وراقب كلماتك تتحول أفعال، وهذه الأفعال مع التكرار تصبح عادات، فإذا أصبحت هذه عادات تكونت معك الشخصية، فإن كانت شخصية سلبية أو شخصية إيجابية القرار لك أنت. حدد أول من هو مصادر الأشياء السلبية، هل هو هذا فلان أو فلانة، هل هي قراءة معينة، هل هي مشاهدة معينة، ما هي هذه المصادر السلبية، شيلها عنك. كثير الناس تحطمون، كثير الناس يستاءون. نحن نفهم أن كورونا أثرت حقيقة سواء اقتصاديا اجتماعيا على الكثير، أثرت في السفر في أشياء كثيرة، ولكن لو تحطمنا الحين سنة قدام ما راح يتغير شيء. العبرة كيف نتفاعل وكيف نتعاون وكيف نتكيف مع هذه الظروف الجميلة، كيف نتعايش ونستطيع أن نتكيف معها بما لدينا. ودائما الكلمة اللي أنصح فيها نفسي وأنصح فيها كل من يسمعنا الآن، فكر بالموجود ولا تفكر بالمفقود. فكر في الأشياء اللي تحت يدك، فكر أنك بنعمة بين عيالك وعيالك وياك، فكر أنك جالس في أمان، في مكيفات، في جو جميل، في تلفزيون جالس، في يعني تشوف تلفزيون، في إنترنت موجود. فكل هذه الأشياء لما نفكر فيها تغنينا عن الخارج. صحيح، أكيد. أستاذ حمزة، لما أنت قاعد تتكلم ذكرت نقطة اللي هو يعني أنا أقولها التوكيدات، خصوصاً خلال هذه الفترة أمانة أنا وايد قاعدة أركز على جانب التوكيدات اللي هي بما يتعلق طبعاً بذكر نفسي بالأمور الإيجابية. اليوم أنا صراحة حتى قبل النوم أشغل فيديو اللي هو يكون يعني مدتها تقريباً 6-7 ساعات، دائما يخاطب العقل الباطني. فلو نتكلم عن أهمية هذا الموضوع، نتكلم إن إحنا اليوم كلنا فينا طاقات سلبية أكيد، لكن كيف ممكن أنا أحول هذه الطاقة السلبية إلى شيء إيجابي، إلى شيء أنا ممكن أنتفع فيه وأنفع الآخرين؟ ممتاز، سؤال كثير مهم جدا. أنا قبل ما أفكر كيف أحولها يجب أن أعي هي وين مصدرها، منو سببها، من وين جايتني أساسا. أنا ما أقدر إني أروح أخذ دواء وأنا مو بعارف شو الأسباب اللي مسببة هذا المرض اللي معاي. فأنا أتعرف أولا ما هي مصدر هذه الأشياء السلبية؟ تلفزيون، أخبار سلبية، إذاعة، سوشيال ميديا، زملاء معينين، مجالس عائلة. يعني بالأمس كنت أتكلم مع شخص فكان يقول أنا لاحظت في كثير من جلسات العائلة كلها يا حلقمة يا أشياء سلبية، فصرت مباشرة أحاول إني أشرد وأطلع من المكان هذا عشان ما أعتدي. إذا عشان ما أتعادى، فأولا أحدد مصادر الأشياء هذه السلبية. الشيء الثاني أبدأ السلبي أنظر نظرة إيجابية. إذا ما في أنظر نظرة إيجابية لا تسمعه، سكر عنا إذنك. إذا سمعته حاول تستبدله بإيجابي. يعني في دراسة أجريت عجيبة يا جماعة، الدراسة تقول إنه يستقبل عقل الإنسان في اليوم 60,000 فكرة. 60 يعني حتى الآن لما أتكلم معك هذه أفكار، لما تتكلمون مع بعضكم عيدية أطفال عيدية كبار هذه أفكار. 60,000 فكرة يستقبلها الإنسان يوميا، 80% منها سلبي. حتى كلمة لا، حتى كلمة كذا، هذه كلها أشياء سلبية. وعمل الدراسة على النساء تحديدا، على 97,000 امرأة متفائلين منهم والمتشائمين منهم 8 سنوات، وجدوا بعد 8 سنوات، وهذا معيار صحي للناس يهمهم الصحة ويهمهم المال، وجدوا هؤلاء المتفائلين خلال 8 سنوات يعني تقل خطر إصابتهم بأمراض القلب 14% من المتشائمين. هذا فقط من خلال بس التفاؤل. الجسم يصدق العقل. صحيح. الجسم يصدق العقل يعني الأطباء يعرفون الأدوية ويعرفون كيف تأثير النفسية على تقبل الدواء، وكيف دائما يقولون النفسية هي نصف العلاج. صح. وكيف الله يكفينا الشر وياكم، لو يعني الله يربي يحفظنا وياكم. أنت تعرفون مرضى السرطان تحصل حياته ماشي عادي، ولكن مجرد يكتشف فيه سرطان يبدأ عقليته تهدد بالموت، وانت بتموت وانت وانت وانت، فيصير معاه كثير تأثير على نفسيته. والعكس صحيح، انظر لناس أصيبوا بأمراض نفسياتهم عالية، عاشوا أكثر، استمتعوا بالحياة، استمتع باللحظة، فهي اللي تملكها الآن. نعم، أهم شيء النفسية، مهما كان الظرف حولك كان صعب أو مر، العبرة دائما أنت شلون تكون ردة فعلك تجاه الأمور اللي تمر فيها. وإذا شفت أشخاص حولك في العيد، يمكن في أشخاص تستثقل وجودهم، أشخاص تحبهم، تتعامل معهم بذكاء بحيث تكسب الناس اللي حولك بالخير. شكرا لوجودك معانا السيد حمزة الدوسري، المدرب في تطوير الذات وتنمية الشخصية، حياك الله. شكرا لكم جميعا. شكرا لك أكيد، ويعطيك العافية من جديد. دائما وأبدا يسعدنا وجودك، دائما وأبدا جميل لما احنا نشوف أيضا الطاقة الإيجابية تكون موجودة، لأن مش فقط في العيد، أي بالكل يوم في كل عام، لأن فعلا راح تأثر بشكل كبير. ودائما أيضا يعني الأشخاص مثلا اللي فعلا يعانون من الطاقة السلبية، جربوا موضوع التوكيدات، أنكم تسمعون في الليل بس تحطون باليوتيوب كتبوا وراح تشوفون، حتى وانتم نايمين، حتى وانتم نايمين. لا، هذه غير الأذكار، التوكيدات هذه غير، هذه تخليك تخاطب العقل الباطني، حتى وانت نايم تخاطب العقل الباطني، تعطي افكار ايجابيه. لا مثلا تقول لك انا قوي،
أنا أقدر. فأنت مجرد ما تسمع هذا الشيء داخليا راح يكون في تصديق داخليا، راح تقدر أن أنت فعلا تقتنع بذاتك، تقتنع بقدراتك، بعدها راح يبين عليك ويأثر على المجتمع. هذا من جانب أنت قاعد تتكلمين، لأن النفسية والله نفسية بالنسبة لي ما تزين إلا لما الشيء الموجود قدامي حلو. نفس الأكل مثلا، نفس الأكل مثلا. فالحلويات لما تكون حاضرة في العيد، وفي من يعني بشتى أشكالها من الحلويات، في من قبل العيد بيوم ليلة العيد يجهز الشيء بيده، يعني ما يطلبه من برا، بس في يعني فعلا يعني في أمور ممكن بصنع اليد تكون أجمل. حلاوة العيد تختلف من شخص إلى آخر، من بيت لآخر، لكن في الصفرة اللي تكون موجودة وفوالة العيد، صح، هي هذه عادة ثابتة موجودة عندنا. طبعا اكيد هذه من العادات والتقاليد اللي احنا يمكن تكلمنا عنها في بدايه حلقتنا، ان في امور ثابته، وهذا الشيء يمكن اللي يحلي ايضا العيد، يخلي ان احنا فعلا دائما نستمر او يستمر هذا الشيء عندنا، تستمر العادات، تستمر هذه التفاصيل، لان هي تعطي ايضا معنى اخر للسعاده، ودائما تذكرنا يمكن بزمان اول وزمان والاجيال اللي قبلنا ايضا يذكرون الزمان اللي قبلهم. فجميل لما تكون هذه التفاصيل موجوده، وحلو لما احنا اليوم ايضا احنا نكون حريصين على ان احنا نجهز بنفسنا، لأن فعلا نفس ما ذكرت يعني هو الموضوع يختلف من شخص إلى آخر. محمد ما قدر فتحت شاكلت راح ياكل، أنت خلاص شكلك صدق جوعان. لا هاي الشيء اللي نشوفه ترى وايد حلو، يعني تشوفي أتوقع البراونيز كيك والله براونيز. لا مش براونيز صدق، لا بلا والله أتوقع. ما أدري أنا اللي قاعد أشوف عندنا شيء، بس اللي في التقرير شيء ثاني، خلينا نشوفه. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا فيكم بمحلات لاريسا. طبعا بشهر رمضان الفضيل بنص رمضان بيكون في الجرنجعو اللي هي مناسبه حلوه للاولاد، ومن جرنجعو للعيد ببلش شغلنا اللي هو التحضير للعيد. لما نقول كلمه تحضير للعيد، طبعا نحن بنحضر تشكيله حلوه من الشوكولا، الورد، الفواكه، البتيفور، الموالح الى اخره. بعض الأحيان عملنا مرة ديزاين مثل عمود فوق فواكه وتحت ورد، ففي اللي هو العادي الكلاسيك إذا الشخص ذوقه بحب الكلاسيك، وفي اللي بيكون مع الورد بتصميم مختلف، وفي أحجام، في حد بحب الحجم الأكبر، حدا بحب الحجم الأصغر. لأنه كتير مرات أول يوم العيد ليه بنعمل الليل القبل، لأنه بيستعملوه أول يوم العيد بحطوه بالمجالس أو بالبيوت ليضيفوا منه. نحن جديدنا كل سنة بالقطع، يعني منجيب قطع جديدة اللي هي منحاول قد ما فينا ما نكررها، في قصص على طول تتكرر ما بتموت، وفي قطع جديدة. وعنا جديد بالحبوب الشوكولا، نحن عنا بلاريسا حوالي 80 صنف شوكولا، وكل سنة بنقعد مع الموظفين مع بعض نتناقش ومنشوف شو أنسب 4-5 أصناف نوقف تكرارهم ونجيب شيء جديد عشان الزبون يضل يحس بانه في عندنا طعمات جديده. طلبات الزباين مع الوقت بتتغير، قبل كان كثير يطلبوا البطاقه ويكتبوا على البطاقه كل عام وانتم بخير او اهداء، هالشيء بعده موجوده، بس صار في افكار جديده اللي هو بيكون كتابه على اكريليك. بعض الناس بحبوا بالواحي الفوركس مثل خشب ابيض، وبعض الزباين بحبوا بالفلين. هلأ من جديد بظروف الكورونا صارت بعض الناس، أكيد مش الكل، صاروا إنه ينظروا يشتروا عن بعد. كيف طريقة الشراء عن بعد؟ إنه بالواتساب أو أونلاين. بالواتساب الزباين اللي هن دوامين على المحل عندهم رقم المحل واتساب، بيبعتوا شو طلباتهم. بعض الأحيان بيكون الزبون هو متردد أو مش عارف، ساعتها بواتساب المحل البائعة بتمشي بالمحل بتصور فيديو بتبعت له الفيديو، فهيك بتصير سهلة عليه يشوف التشكيلة. من بعد عملية الاختيار بصير في عملية التوصيل. من محلات لاريسا بنتمنى لكم كل عام وانتم بخير، كدولة قطر، شعب قطر، مقيمين قطر،
وإن شاء الله العيد الجاي بنكون كلنا خلصنا من جائحة كورونا، ونتمنى الصحة والسلامة لكل العالم. جديد حياكم الله مشاهدينا. يعني خلال هالفترة يمكن شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الإبداعات أمانة اللي مسويها سواء المحلات في التجهيز في الإعداد، أيضا سواء حتى المشاريع المنزلية وإن كانت بسيطة أيضا شفنا أفكارهم وإبداعاتهم. اليوم أيضا إحنا نوجه تحية وشكر أيضا لريلاتو والبلومينج على الورد وعلى الشوكلت اللي موجود معانا. وإحنا اليوم محمد بشكل عام لما نتكلم عن التجهيزات نتكلم مش فقط عن فوالة العيد، نتكلم أيضا عن البيت، عن تجهيزات البيت، عن الملابس للكبار والصغار. اليوم احنا بنات بعد تحديدا اكثر يمكن من الشباب، حتى يعني ما شاء الله الكل مبدع، سواء قلت لك يعني في تجهيزات البيت الكل مبدع في التصاميم، الكل مبدع. يعني شفنا ما شاء الله عندنا خلال هذه الفتره ايضا يمكن برزة واكثر المصممات. دام تكلمت عن الورد ولقطه راحت عليه، خلنا نتكلم عنه. تبي تتكلم عن الورد؟ تكلم. اهم شيء المخرجه حنان اعطت كلوز عليه. يعني ذكرتي في البدايه ان كل قاعد يحاول يبدع بالنسبه للورد. بالنسبه لهذا المحل بلومينج جيت يعني من المشاريع الجديده اللي طلعت في الساحه الفتره الاخيره، ويتميزون بالورد لكن بشكل مختلف يقدمونه. والالوان ايضا لو تلاحظين مهمه، اتجهت اكثر نحو البساطه. اتمنى هالشيء موجود عندكم في اللبس. اتمنى البساطه موجوده في اللبس، موجودة في كل شيء. واليوم ترى هو هذا الشيء الدارج أكثر، صرنا نعتمد يمكن على القصات أكثر من الشغل اللي موجود، لكن احنا راح نتكلم أكثر عن هذا الجانب، نتكلم أكثر عن الإبداعات خصوصا مشاهدينا. أن احنا اليوم نتكلم عن العيد دائما يكون في معها أشياء مترابطة، نفس ما قلنا الإفوال، نفس ما قلنا التجهيز، حتى الملابس، لأن لا فرحة أيضا تضاهي صراحة فرحة أطفالنا تحديدا في العيد ولبس العيد، وخصوصا لو كانت أشياء جديدة. يمكن رغم وجود جائحة كورونا 19 كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية حتى في المجمعات التجارية، لأن هذه الإجراءات طبعا لم تلغي أو تقلل أيضا من إقبال الناس على شراء مستلزمات العيد، سواء كان عن طريق المواقع الإلكترونية أونلاين أو حتى عن طريق المولات. رح نتكلم أكثر مشاهدينا عن هذا الجديد وعن هذا الموضوع عفوا، وعن عالم الأزياء والألوان والأمور الدارجة، كلها رح تكون معنا أستاذة إلهام الأنصاري مصممة أزياء. حياك الله معنا وعيدك مبارك. هلا ويا مرحبا فيكم تلفزيون قطر، كل عام وانتم بخير، عادها الله علينا وعليكم بالأمن واليوم والبركات. آمين. حياك الله أستاذ الهام الأنصاري. يعني في ظل التطور اللي يمكن نلاحظه من فترة لآخر، يعني من زمن إلى آخر، وكل زمن له زيه وله لبسه، لكن العبرة دائما التمسك بالعادات والتقاليد. كلمينا عن آخر ما تقدمونه أو آخر ما يقدمه الزي في أكيد العيد. بالنسبة لأزياء العيد طبعا تختلف عن الأزياء عن رمضان وعن الأيام العادية. لابد الإنسان المرأة نفسها أن تختار العناصر واللون للزي اللي راح تلبسها في أيام العيد. يعني واحد مهم أن المرأة تهتم في لبسها بشكل عام، والنوع اللي هي بتختاره بالنسبه للقماش، بالنسبه للقصه، بالنسبه للزخرف اللي بيتم توزيعه على القطعه. نعم اكيد. يعني احنا يمكن خلال هذه الفتره استاذ الهام احنا نلاحظ ان التوجه صار اكثر للستايل الناعم، الستايل البسيط اللي ممكن يكون فيه نوع من الشغل لكن دائما نفضل البسيط. لكن لو نتكلم ايضا عن الالوان الدارجه هذا الموسم. نعم الألوان اللي استخدمناها خلال هذه السنة في هالموسم، استخدمنا اللون الكموني، الألوان الباردة، درجات الألوان الباردة من الأخضرات والأزرقات توحي بإيحاء البرودة، بما أنه بيدخل علينا إن شاء الله فصل الصيف. حلو. أي يعني لكل موسم له ايضا اجواءه، وشلون ممكن انت تبرد على نفسك حتى في الصيف من ناحيه اللبس. نتكلم اليوم يعني ما شاء الله نشوف هذا التحفظ الجميل
يعني من بناتنا وأيضا عيالنا، لكن لما نتكلم اليوم عن النساء عندنا في قطر فعارفين شو اللي قاعدين يلبسونه، وعارفين إيش كثر الأمر مهم لما يلتزمون بثقافة البلد. نتكلم عن ارتباط الزي بثقافة البلد. نعم، لابد أن يكون للزي في احتشامه. طبعا معروف من عاداتنا وتقاليدنا أن المرأة القطرية بزيها الطويل الواسع، رداء الواسع يكون مو خفيف، يعني شفاف يشف، يكون ثقيل نوعا ما. تهتم في تفاصيله أكثر في تصميمه، تكون الخامة على حسب الموسم اللي هي راح تلبس فيه القطعة. نعم أكيد. طبعا أستاذة الهام، أنا يمكن ذكرت في مقدمة كلامي أن اليوم صار عندنا خصوصا في ظل كورونا صار عندنا توجهين، في ناس اللي يروحون السوق وفي ناس اللي قاموا يشترون من مواقع سواء في قطر أو خارج قطر. أمانة أنت من الناس اللي تفضلين السوق ولا تفضلين شراء أونلاين؟ بالنسبة لي ولا لزبايني؟ لك أول شيء. يعني أنا من النوع اللي نادر ذهابي للسوق. فتفضلين شراء أونلاين من زمان؟ نعم أونلاين، وأغلب الأشياء أنا يعني إذا كانت قطع أو شيء كذي أسويها في البيت. يعني شيء أونلاين على أشياء بسيطة. حلو. زين. إنزين، وبالنسبة حق زباينك شنو يفضلون؟ عندي زباين مقسمين قسمين. بعضهم يفضلون هم يجوني الأتيليه يختارون القطعة، يعني يعتمدون على الخام اللي راح يلبسونه في العيد. والبعض الآخر خلاص ما عارفين إيش القماش اللي أنا أستخدمه. حلو. نتكلم عن الماديات، يعني اليوم الناس عندها حالة من التوفير، البعض منها والبعض الآخر مو بمقصر في نفسه، يوصل آخر الشهر ويكتشف إنه ما شاء الله خذ أكثر من اللازم، أو أخذ اللبس اللي ممكن ما يلبسه وينزرق في الكبت، وممكن الغير يكون فعلا بحاجة له في بلد أو ظروف أخرى. نتكلم اليوم عن الماديات، إيش كثر مهم لما أنا أختار الشيء واللي يوفر لي حاجتي كفرد؟ طبعا الاختيار بالنسبة للقطعة، يعني ممكن أختار قطعة أو قطعتين لا أكثر، يعني ما أكثر في اختيار القطع. صح. الموديلات راح تتغير، والألوان راح تنزل ألوان ثانية، ولو أنواع الأقمشة راح تتغير، كل شيء راح يتغير، فيعتمدون على قطعة أو قطعتين إذا كان للعيد. فعلا حتى نتفق معك في هذا الجانب، لأن يمكن أنا واحدة من الناس نفس ما ذكرتي قبل، كنت أشتري مجموعة كبيرة من الملابس، بعد فترة أحس أنه خلاص موضتها راحت، الستايل راح، ذوقي أنا أيضا تغير، فلذلك يمكن دائما الأفضل نحن نجيب قطعة قطعتين فيما يتعلق في المناسبة فقط. هاي يمكن من جانب الكبار. أيضا بالنسبة حق الأطفال، يعني أنت اليوم كونك أصلا مصممة، يعني ما شاء الله لك باع طويل في هذا المجال أستاذة، فالأطفال شنو تفضلين لهم الألوان اللي تفضلينها خصوصا خلال العيد هذه الفترات؟ طبعا اختيار الالوان بالنسبه للاطفال تكون الالوان الفريحيه، منها درجات الوردي، درجات السماوي الازرق، يعني درجات الفاتحه، تكون الوان بارده، نبتعد تماما عن الالوان الدافنه بالنسبه للطفل. حلو. اي الطفل بعد يحتاج الشيء الحلو علشان يشوف حتى على نفسه، ولا كبر حاب نفسه حتى في الصور، يعني أذكر حتى في صور العيد كل واحد يشوف شكله شلون كان. أكيد ضحكت على الموضوع، هب نرجع لها، مهم هالموضوع. سعدنا بوجودك أكيد الأستاذ الهام الأنصاري مصممة أزياء، سعدنا أيضا بوجودك في هذا البرنامج. شنو موضوع الضحكة اللي من شوي؟ أحب أقول لك وسوي شيء، طبعا يعطيك العافية أستاذ الهام، ما قصرتي، وأكيد نتمنى أن فعلا الكل يعني نفس ما ذكرت أنت موضوع الصور، أن اليوم إحنا بعد سواء باللبس بالمكياج بكل شيء الواحد لابد يكون شوي منطقي ويميل أكثر إلى الطبيعة. أنت قلت لي لأن أنا عشان ما أضحك على نفسي عقب، أتذكر صوري قبل لما أنا كنت صغيرة، يعني الشكل طبعا أكيد هو يتغير لما أنت كنت صغير لما تكبر، فأضحكني على شكلنا على ملابسنا شان يعني
الزمن مو شلون يتغير. مو لا بس احنا لبسنا حلو يعني زي. كان لبس حلو بس الواحد حلو يضحك لما يتذكر الاشياء الجميله والماضيه. هذا اكيد في ما جانب لنا دائما يمكن الصور ايضا لما نلتقطها نلتقط معها يمكن لحظات ونوثق لحظات جدا جميله. فدائما حاولوا انكم توثقون هذه اللحظات بدقه بجمال علشان تدوم وتستمر معاكم، واحنا راح نستمر معاكم ايضا مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل. أغاني ما تنتهي وأهم شيء اسم محمد موجود فيه، لكن خلونا من محمد. أنا أتذكر يعني في أغاني تبقى ولو كانت من إعلانات قاعد نشوفها، يعني في إعلان طلع خالد الملة ومغني معروف من الكويت كان يقول لو تدخر مبلغ بسيط عشان تحقق رغبتك، يعني الإعلان انتشر أمس. فحلو حتى توظيف شخصيات مثل هذه أو توظيف الرسالة في الأغنية نفسها. بالنسبة للعيد في أغاني قد تبقى وتعمر وهذا اللي فعلا نحتاجه والأشخاص فعلا غير كذي تحس ان انت لما تسمع الاغاني القديمه تحس مثل نفس الشيء انت مساكن قاعد تغني طول ما الاغنيه كانت شغاله، لان احنا فعلا نسترجع ذكريات في امور في لحظات ممكن فعلا احنا نسترجعها من خلال سماعنا لهذه الاغنيات. فجميل لما احنا اليوم نحافظ على هذا الموضوع، نحافظ مش فقط على انها هي اغنيه وفقط، لا بل ايضا نحافظ على عادات، نحافظ على تقاليد، نحافظ على اشياء كانوا قبل يسوونها نبقى نسويها مو علشان شيء بس علشان ان ايضا الاجيال القادمه تكون واعية وتكون عارفة بهذا الموضوع. فرحة العيد أكيد من ضمنها وجانب من عندها إن إحنا نسترجع الذكريات القديمة، يمكن نفس ما شفنا يمكن بالأغاني أيضا. قلت الأغاني لكن من جانب مهم وجميل الورد لما يكون حاضر في العيد أمر يعني لابد منه. والله الورد حلو في كل طبعا يوم. وبالذات إذا كان الورد بسيط ما يكون ثقيل بألوانه وزحمة الأخضر والأحمر والأصفر صح. يعني على نرجع لأيام أول
كنا نشكل نحط الحابل بالنابل. ترى حتى الحين لكن بطريقة صار فيها تنوع بالورد، تنوع بالأشياء اللي قاعد يستخدمونها بالفازة، بالأشكال الألوان. يعني نفس ما أنت تشوف يمكن هني بعد عندنا في مثلاً بالفازة قدامنا في الأبيض، في الرمادي، في مدخلين، شوف اللمسات اللي هي الوردي، يعني الألوانها تكون موجودة حلوة. لكن كل واحد صار اليوم يبدع، اليوم صاروا الناس أهما يجيبون الورد ويسوونه في بيتهم. أنا أبي المشموم إن شاء الله الحلقة الجاية، خلينا نشوف التقرير ونرجع. السلام عليكم، كل عام وانتم حيين بخير. حياكم الله في محلات فانتاسي ايفنت، قاعدين بنجهز لكم اشياء جديده بمناسبه عيد الفطر. تشكيلات جديده متوفره راح تكون عندنا هاي السنه، وباذن الله يعني الشوكليت، في عندنا الكيك، في اشياء جديده احنا قاعدين بنصممها في الاشياء اللي هي نفس الاكريليك، الكتابات، الاشياء لعيد الفطر. عندنا ورود اللونج لايف، طويلة الأجل، في عندنا الورود الصناعية، في عندنا الورود المجفة دراي فلاور، في الورود الطبيعية، ورود الشموع متوفرة بعد عندنا. الحين أكثر أنواع الإقبال عليها الزبائن هي اللونج لايف اللي هي الورد الطويل الأجل. في عندنا الورود الطبيعية، هاي بتكون عليها إقبال يوم العيد بالليل، يعني يوم آخر يوم في رمضان. الورود الطبيعية احنا بنجهز بعض الفازات، عن الفازات اللي بتيجي من عند الزبائن وعن الفازات المعروضة عندنا في المحل. عندنا هنا الورد اللي هو اللونج لايف. اللونج لايف هاي هو ورد طويل الأجل، ورد طبيعي طويل الأجل. اللونج لايف في كل الألوان المتوفرة، وعندنا هنا متوفر الورود اللي هي الدراي فلاور. الدراي فلاور في عندنا الهيدرينجا، في عندنا الرايس فلاور، في عندنا الألمنيوم، والحين المتوفر أكثر شيء اللي هو الفيلونبسس. إن شاء الله رح نعطيكم بعض النصائح لعشاق الورد. بالنسبة للفازات نفسها بنحط فيها كمية مي قليلة، يعني المي بيكون تقريباً لهون. وبالنسبة لقص الورد يعني كرعاية وتنظيف، يعني الأفضل يكون يوم بعد يوم. يوم بعد يوم في بعض الزبائن بتقص الوردة هيك، يعني هيك أوكي، بس الأفضل إنها بتنقص، يعني بتنقص مايلة. لما بتنقص مايلة هيك على الطرف بتكون بتشرب أكثر. وبالنسبة للوردة لو شفنا أي طرف فيها مثال أسود أو شيء هيك، يعني بس بنشيل البيتلز وبننظف الفازة، تنظيف بيكون أوكي، وبنرجع نحط فيها شوية مي. يعني أحسن شيء بيكون يوم بعد يوم، هاي كرعاية. وشيء ثاني يعني بيكون طريقة رش المي. رش المي هيك يعني بيكون من بعيد تقريبا، شيء بسيط، وأكيد يعني بيكون في المجلس أو في المكان يعني مكيف. هاي للورود الطبيعية. بالنسبة للتنسيقات هاي، في بعض الزبائن بتسأل يعني كيف احنا بنثبتها وما يخرب الورد. الورد هاي بيكون على سفنج. السفنج هاي احنا بنشتغل عليه وبعدين بنحط الوردة هاي بننسق عليها. طبعا اذا في بعض البيتلز او شيء مثل هيك يعني صار ذبلان او شيء بنشيله، وممكن يعني هاي بتظل اسبوع 10 ايام. فبعض النصايح انها مثال السفنج احنا ممكن نصب له نفس ما انتم شايفين هيك، يعني بنصب له المي بيشرب السفنج. احنا هاي نازل عشان هاي تقريبا عندها يومين في المي، يعني هاي التنسيقه لو احنا بنضيف لها المي بيكون افضل. حابين نعيد عليكم، كل عام وانتم حيين بألف خير، والشعب قطر وأهل قطر بألف خير، والأمة الإسلامية بصحة وسلامة يا رب.
رجعنا لكم مشاهدينا. يمكن احنا شفنا معاكم هذا التقرير، يمكن اعطانا بعض المعلومات الحلوه ان احنا شلون ممكن اليوم نحافظ على الورد. انا راح اقول لكم شغله انا شخصيا صراحه اسويها اذا كان عندي ورد طبيعي، دائما طبعا لابد ان انا اجدد المي علشان احافظ على الورد، واحط مع المي شويه سكر. طبعا تقدرون انتم تستبدلون هذه باشياء ثانيه، تقدرون تاخذون من محلات الورد نفسهم المواد اللي يحطونها علشان الورد يتم، لكن انا بالنسبه لي احط نتفه سكر، الصج يخلي الورد يتم معاي ويدوم معاي. يمكن شفنا ايضا ان في اقبال كثير على الورد، صار سواء اللونج تايم او حتى الورد اللي هو يكون غير طبيعي لكن شكله يكون طبيعي، بعد صار جد على ارغاب يعني قبول وارغاب لنا، خصوصا مثلا في البيت لما نحطهم في الصالات في المجالس يكون دائما موجود، ما نحتاج ان احنا نغيره بين فتره وفتره. فالورد صراحه عالم جميل. تدرين ان في ورد ما يموت؟ انت قلتي فيه طبيعي، في اللي مش طبيعي. يعني انا الطبيعي، انا ما اموت. اوكي. عندنا وايد اشياء ان شاء الله راح تكون حلوه. وايضا يعني احنا يمكن في بدايه حلقتنا لحد الحين تنقلنا بين الماضي وتنقلنا بين الحاضر، تكلمنا عن فاله العيد، تكلمنا عن اشياء كثيره، لكن ايضا محمد ما ننسى ان احنا ايضا لما نتكلم عن الاشياء بين الماضي والحاضر ايضا لابد يكون نتكلم عن الامور والاشياء الشعبيه، الموروث الشعبي سواء حتى في الاكل في اللبس بكل هالتفاصيل. فاكيد مشاهدينا راح نتكلم معاكم اكثر في هذا الجانب، فيسعدنا تكون معنا. اكيد ايضا كنت طبعا عن ترابط هذه الامور خصوصا خلال هذه الفتره، فتكون معنا الوالده ام بدر مدربه معتمده، حياك الله معنا وعيدك مبارك ويعود عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، يعني ان شاء الله من العايدين الفايزين. وهني سمو الامير الوالد بالعيد، وسمو الامير البلاد المفدى بالعيد، والشيخ موزة والشعب القطري. أكيد سعيدين بوجودك أمانة. لما بنتكلم اليوم عن الشيء اللي ما يموت، يعني الله يسلمك، نتكلم عن الشيء اللي ما يموت، في تراث لابد أن يبقى ويكون حي، يعني ممكن نشبهه بالورد اللي ما يموت مثل ما ذكرت من شوي. اليوم لما نتكلم عن العادات اللي لا زالت موجودة، شنو هي العادات اللي زالت موجودة؟ عيالنا لما يقومون الصبح ويروحون يصلون صلاة العيد يرجعون يعيدون على الأم والأبو واليدة، يروحون يعيدون على الأصدقاء والجيران، ويروحون يعيدون على العمة والعم، يعني حتى لو كانوا مثلا أهل الدوحة يروحون هذين الشمال يعيدون على الأهل كلهم. الوترة والخور صح، ما يقدرون يروحون إلا بالتليفون. صح، الحين علشان موضوع الإجراءات الاحترازية بعد الواحد لابد أنه يحطها في عين الاعتبار فعلا. لكن دائما لما نتكلم إحنا عن العيد حتى لو كان في موضوع إجراءات احترازية، يعني مبدر إحنا قاعد نشوف أيضا الكل مع ذلك يستعد، الكل مع ذلك قاعد يجهز سواء ملابس العيد سواء فوالة العيد. فلو نتكلم عن قبل، فوالة قبل شلون؟ فوالة قبل على قدهم يسوون فوالة أكثرها من البيت، الخبيز والعصيد والبلاليق والبثيث والخنفروش، وإذا عندهم رهش زلابية حلوة هاي فولة. وفي اللي نحط عليه تمر بعد، وتمر يحطون معهم على قولتهم صحة تمرة شو يسمونها قلتي لي من شوي؟ يسمونها صحة. انزين من جانب تمر صحة، لا في اشياء بعد اللي تنخلط مع التمر وتستوي بشكل رنجينه هو قصده. انا لان يدتي بعد ام بدر ترى، فاسمك ذكرني في ام بدر يدتي، وهي تسوي الرنجينه في ليله العيد. اي نعم يسوون الرنجينه، ويسوونها بعد اذا بعد موسم الرطب بعد يسوون على الرطب. حلو، في اشياء ترى ما تنسي، في اشياء ما تنسي، ترى في اشياء لحد الحين يعني والحين قاموا يجددونها، يعني الحمد لله الرنقيه وهاي قاموا يجددونها وقاموا يستوون، يعني ما انتهت صدق يعني انا هاي اللي بغيت اقوله ان احنا اليوم صدق يعني احنا صار في احياء اكثر، لكن يمكن بطريقه مبتكره، طريقه التقديم تكون غير تكون مختلفه، لكن هذا هو الحلو ان احنا ما زلنا محافظين على هذه الامور، ما زلنا محافظين على العادات، ما زلنا محافظين على التقاليد. واليوم حتى مع تنوع الاطباق يمكن نفس ما ذكرنا قبل شوي الشوكليت وهالامور صاروا مبدعين، لكن بعد محمد تشوف لازم بالسفره موجوده الاشياء اللي خلينا نقول الفوالة القديمه اللي هو مثلا البلاليط، هالاشياء اللي تعودنا عليها، تحس اصلا العيد ناقص اذا ما شفناها مع الطاوله. نسال ام بدر بالنسبه للغداء او الوقت اللي ممكن يكون فعلا من بعد التسع وطالع، في ناس تتغدى الصبح يعني الساعه 9 وفي ناس تتغدى الظهر، فكلمينا عن الغداء بغض النظر عن وقته في العيد شلون يكون؟ لو كان عندنا نسميه غدا العيد،
ما يجي الساعة تجي الساعة ثمان ونص تسعة على الغداء حاطينه. أي. الحريم يتجمعون في بيت العود يعني أكبر بيت والرجال نفس الشيء. تسعة ونص خالصين وراجعين بيوتهم. والحين واحدة. الحين واحدة. الحين هذا الشيء اللي يعني في بعض العوائل حتى الآن مسكين فيه. ما قطعوا وفي بعض ما قطعوا الحين لأنه بعد صار الموضوع مختلف اليوم بعد صار ريوق العيد موجود فعلشان كذي عقبها مثلا غدا العيد صار الساعة واحدة اثنتين فهو الموضوع صار يختلف من شخص إلى آخر لكن أيضا لو نتكلم بدر بشكل عام اليوم عن الأجواء يمكن في كورونا صارت مختلفة فلو نتحدث أيضا شو ممكن نحن نستغل هذه الأجواء شو ممكن أن نحن نتواصل بهذه الأجواء والله التواصل التليفون ما قصر يعني نحن نتصل لهم على الواتساب وفيه بعد السناب وفيه يعني كاميرات فيديو والحمد لله يعني من الصبح عيدوا علينا وعيدنا عليهم ولا قطعونا ولا شيء الحمد لله يعني التواصل الاجتماعي هو يعني سهل هذه أزمة الكورونا سهل التواصل بين الأهل والأحباب والأصدقاء جميل صراحة أنا اللي عاجبني رغم تغير الأزمان ورغم تغير الظروف حول العالم إلا أن شعبنا شعب محافظ ويعرف شلون فعلاً مش محافظ فقط ككلمة عامة لا هو محافظ على أمور لابد أن هي تبقى ويتوارثها الأجيال لما نتكلم عن ثقافة لبس لما نتكلم عن يعني الهيبة لما تكون موجودة حتى عند السفر ننقلها معانا من ناحية أيضاً الأكل فإش كثر هذا الأمر مهم علشان نوصل صورة بلد الأكل يعني الأكلات الشعبية حين لما تشوف المعارض هذه الأجانب أكثر ما يطلبون هو الأكل الشعبي الهريس المرقوقة العصيدة أكثر ما يطلبون أيه. ويعرفون أن هذه هريس ويعرفون أنها عصيدة ويحبونها يعني شيء عندهم مميز بالأكلات الشعبية القطرية فعلا الأكلات الشعبية جدا مميزة واليوم أيضا نشوف يمكن حتى كاهتمام الدولة يمكن إحنا قاعدين نشوف لو نروح مثلا في سوق واقف خصوصا هو مكان دائما الناس يروحون له خصوصا الزوار فحلو لما نشوف إن هناك موجودين يوثقون هذه الأمور وهم بعد يجربون ويشوفون يتعرفون على البلد من ثقافة الطعام أيضا لأنه يعتبر نفس ما قال أخي محمد ثقافة بشكل عام بدر يعطيك العافية وشكرا لك أكيد على هذه المداخلة وإن شاء الله يومك يكون سعيد ويكون جميل وعيدك أيضا يكون كذلك يعطيك العافيه الله يعافيك وحياك ولازم الحق على الرنقينه اللي موجوده في بيت يدي لان اعتقد ان كل بيت له شيء يميزه لكن احنا لما نتكلم اليوم عن العيد هو انك ترجع من جديد بشكل جدا سعيد وانك تقدم الشيء اللي عندك فقبل ان اختم حلقتنا شكرا جزيلا للمحلات اللي نورونا ومن ضمنهم هذا الورد يعني أبي تعليقك ورأيك عليه من محل بلومينج جيت بلومينج جيت يعني بلومينج هو تفتح الوردة أو شلون تزهر فهي بوابة تفتح الورد والبوابة تفتح الورد يعني أنا أرجع وأقول لك الورد بالنسبة لي شيء جدا جميل مش فقط في العيد ولا فقط في المناسبات بل كل يوم لأنه فعلا يعطي بالنسبة لي يعطي طاقة جميلة خصوصا اليوم تبي رايي فأنا صراحة أنا أحب هالألوان يعني ألوان رايقة ألوان تناسب حتى المكان فيعطيهم العافية وشكرا لهم من جديد وأيضا ريلاتو يعطيكم العافية دائما نتمنى لكم إن شاء الله يعني يوم جميل يوم سعيد افرحوا في هذه الأيام استغلوا هذه الأيام طاقاتكم اللي موجودة سواء كانت سلبية حاولوا كثر ما تقدرون أنكم تحولونها إلى شيء يفيدكم واستغلوا هذه الأيام الجميلة ما تبي تصور الورد؟ لا بصوره أنا أصلا جايب كاميرتي إيه كاميرتي مو عشان بس اليوم كامل فاليوم لما نشوف أن اختلاف أيضا ثقافة التصوير اختلفت في من قام يعتمد على جواله لكن العبرة أنك توثق مثل هذه اللحظات وكنا قبل يعني نقعد على الدرج كصورة جماعية ما أدري إذا في بيوت يتبعون هذا الأمر علشان كلنا نظهر في صورة واحدة مش إنه صور كثيرة لا هي صورة واحدة كلنا نكون فيها عاد الحين أنت بعد مصور محترف فأنت المفروض راح تكون مصور العائلة فما راح أقعد على الدرج خلاص أنت راح تصورهم بس لازم عاد تخليها التقنية اللي بالثواني وتروح عشان يمديك تاخذ صورة معاهم وانتم بعد مشاهدينا يعني دائما وثقوا هذه اللحظات الجميلة بتكون بكاميرا بالصور اللي موجودة عندكم علشان تتذكرون بعدين هذه اللحظات الجميلة عساكم من عوادة والله يعود علينا وعليكم يا ربي باليمن والخير والبركات مهن الله